تعالوا مع بعض بقى نشوف ازاي نعمل شوربة الجريش. مقاديرها على الشاشة. قمح مجروش عشان كده سماها شوربة الجريش. ومعانا مرق لحم، ومعانا عصير طماطم، ومعانا بصل، ومعانا توم، ومعانا اللومي، معانا قرفة، معانا حبهان، ممكن تحط مستكة زي ما انت عايزة. المقادير تاني على الشاشة قدام حضرتك، صورها بالتليفون او اكتبيها. شوربة قيمتها الغذائية عالية جدا، لا تعد ولا تحصى. ليه يا شيف؟ لانها فيها حبوب القمح كامله، وبتحط لها شوربه لحمه كمان، اصبحت كده الايه؟ كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم الصغير قبل الكبير. نغطي اللحمه دي ونسيبها تستوي. ناخد القمح بتاعنا ده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبار الطاسه ايه؟ زي الفل. معلقه سمنه. ممكن يا شيف تتعمل بشوربة فراخ؟ ممكن. البصل والثوم والبهارات بتاعتنا، ولكن لازم البهارات العربية اللي احنا حاطينها في المرجوك او اللي هي بتاعت الكبسة. نقلب دول كده مع بعض زي الفل. احمر البصلة كويس، احمر الثومة كويس، اشم ريحتها حلوة كده، انزل بصوص الطماطم بتاعي. الله، اهو. يلا مع السلامة، مع السلامة. ننزل بشوية شوربة لحم فيها. اللهم صل على النبي. وخلص الكلام، الشوربة خلصت. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي يا شيف؟ معانا القمح ده كتير طبعا، يعني عشان هو ده طبعا ده عاد ما يستوي كده بيكتر شوية، عامل زي الفريك. شوربة الجريش وتفاصيلها على شاشة القناة الأولى. إهداء لكل إخواننا وحبايبنا في الدول العربية، بنعملها بخفة دم مصرية، بحكم ان انا طبعا قضيت عمر طويل تقريبا فوق ال 15 سنة في السعودية، الشعب الجميل اللي انا بحبه. كل دول مع بعض. الشوربة اهي، تفاصيلها في التوابل اللي هحطها دلوقتي. تجيب القمح ويتجرش بواسطة خلاط او بواسطة كبة، او عندك الكبه هتبوظ لو انت كسرتيه في هو سليم. تعملي حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ تاخدي القمح ده نص سلقه، وبعد كده تضربيه في قلب الكبه، هيتكسر معاكي. انا بقول لك حاجات صغيره كده بتطلعك من اي مأزق. هتقولي يا شيف ما عنديش كبه تطحن القمح، طب دورت في السوبر ماركت ما لقيتش، وعايز اعمل الشوربه الحلوه دي اعمل ايه؟ هتجيبي نص كوبايه قمح تسلقيها، او تحطها في ميه مغليه ساعتين زمن، تصفيها وتضربها في الكبه، هتطلع معاكي مجروش. وكده كمان كسبت وقت في التسويه. كده اشيل الحاجات دي من هنا، الشوربه على النار والمرجوك في النار مستني العجينه اللي هنحطها على الوش. نبدا بالشوربه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. اخبار الشوربه ايه؟ بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. شوربه الجريش، اللهم صل على النبي. قيمه غذائيه عاليه جدا تفوق الهرم في ارتفاعه. حبوب القمح كاملة، مرج اللحم معانا بروتين حيواني. التوابل العربية بقى تتكلم عن نفسها، اللومي والقرفة الخشب والحبهان والدارسين. عندك حتتين لحمة حطهم في قلبيها. اخواننا في السعودية بيعملوا ايه؟ يجيب اللحم ده يتقطع النساير كده وتتحط في قلبيها. حلو الكلام؟ ما احنا عندنا لحمة في المرجوك فبيكفي. حلو الكلام؟